بين هذا الحضور المتنوع من الجنسيات المختلفة، يواصل العديد من الطلبة العراقيين دراساتهم في الجامعات الأمريكية، أحلام تحققت لهؤلاء بعد هجرة ذويهم إلى الولايات المتحدة أو وصولهم ضمن بعثة دراسية. تباين في طريق الوصول إلى مقاعد الدراسة في هذه البلاد تقابله صور التشابه في الأهداف والتخطيط لصورة المستقبل. أنا جيت هنا حديثاً، ويعني غرضي إنه أحصل إن شاء الله شهادة، ويعني أقدر أخدم ببلدي، ومثل ما قلت إنه هي الشهادة الوسيلة للواحد إنه يقدر يخدم ببلده. My future aspirations, what I want to become is a doctor, and hopefully from that I can go to other countries and help out in areas where there's a lot of poverty, there's a lot of lack of healthcare. Eventually, I want to become a pharmacist, and I want to be able to go back home to Baghdad and help over there with medicine. And, you know, studying here, it requires a lot of discipline and a lot of hard work. And here, I feel like studying here, it gives us a lot of opportunity to do whatever we feel like in our future. أنا بالكلية الطب من جامعة ميشيغان. After I graduate, I would like to go visit my family in Iraq and work in the hospital there and start my family as an Iraqi. الأجواء الدراسية التي جمعتهم مع طلبة أمريكيين وأجانب أتاحت لهم أيضاً الحديث والتعريف بحضارة بلادهم في محاور عن ثقافات الشعوب. فدائماً نشوف واحد عراقي دائماً يسألوه: أنت عراقي؟ شنو رأيك؟ أنت عراقي؟ وين شنو رأيك بينا؟ شنو إحنا رأينا بك؟ فيصير تبادل شوية يكون ماشي أقول لك، بس دائماً يكون مثمر، لأنه الشعب الأمريكي ما يعرف، ما شايف عراقي أكاديمي مثقف، ما يعرف، بس يشوف الأشياء بالأخبار. والعراقي هم يعني يجوز إذا جاي جديد مثلاً ما يعرف الأمريكي شنو رأيه بي كإنسان وكبلد، فدائماً يصير حوار حار شوية. أما خطوة نقل المحاضرات الدراسية من جامعة ميشيغان إلى جامعة القادسية العراقية بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة حسب الاتفاقية الأخيرة بين الجامعتين، فكانت موضع ترحيب. نقل المحاضرات عن طريق الدائرة التلفزيونية أحس أنه هو شيء جيد جداً. صور المعاناة التي يعانيها طلبة العراق في الجامعات العراقية لم تغب أيضاً عن أذهان أقرانهم في الجامعات الأمريكية. أول صفحة في كتاب علم النفس لهذا السنة إذا درسوها للطلاب، أول صفحة تبتدي عن مسألة العراق. صور يعني أيام زمان كانوا مثلاً يبتدون عن الهولوكوست أو شغلات قديمة، الحرب العالمية، هسه يبتدوا بالمشهد العراقي ويأخذوا يعني ينظرون إليه من ناحية علم النفس. فبس أقول الله يساعدهم على هالمثابرة، وأنه قنابل ودمار وعدم أمانهم لحد الآن يروحون جامعة وعندهم أمنيات مستقبل، وما أعرف شو يقدرون، بس الله يساعدهم الله يكون بعونهم. آثار الأوضاع القائمة في العراق هي أيضا تلقي بظلالها على مسيرة الطلبة العراقيين في أمريكا، يعملون من أجل تحقيق قصص نجاح وخلق مستقبل واعد ليس لأشخاصهم فقط بل لوطنهم وأهلهم. جعفر الموسوي لقناة الحرة من جامعة ميشيغان الأمريكية.